كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير الكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره، وعايز اطمنك كمان يا كابتن ايمن، وعايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي تحديدا على محمود متولي. يعني نقدر نقول من خلال اطمئناننا ومن خلال احاديثنا يعني موضوع الصليبي ده بعيد شويه بقى عن متولي. الناس اجتهدت بشكل كبير وقالت ان يمكن الجزء الاول بالنسبه للشناوي او متولي بالنسبه للتشخيص ليه، لكن عايز اقول ان بشكل كبير غضروف وجزع في الرباط الخارجي، ده الحاله اللي احنا قدرنا نوصلها حتى هذه اللحظه. لكن لسه كمان متولي يمكن زي ما كابتن سيد قال راح يعمل اشعه طبعا احد المستشفيات القريبه جدا طبعا هنا من استاد القاهره، ونطمن عليه بشكل كبير. لكن باكد لك ان شاء الله يا كابتن ايمن بعيد، احنا بعيد ان شاء الله على موضوع الصليبي ده، ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. طبعا احنا عارفين الاصابات قضاء وقدر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن غضروف مع جزع في الرباط الخارجي بيكون احسن شويه بشكل كبير بالنسبه لرباط الصليبي. ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات لفريق النادي الاهلي. وكمان يمكن احمد الشيخ انا عايز اتكلم عليه برضو، الكدمه اللي كانت بتقابله خلال المباريات الماضيه او تحديدا التدريبات الماضيه، التقاء الكحل البسيط رجع تاني لاحمد الشيخ، لكن برضو حالته ان شاء الله تكون مطمنه، وان شاء الله باذن الله نطمن على كل لعيبه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن. شكرا جزيلا مراسلنا من ملعب المباراه كريم احمد.